طبعا احنا دايما من اول ما دخلنا المنطقه بنحلم بالتغيير وبالتطوير. اتجهنا للساده المسؤولين، الحقيقه هم وقفوا معانا بشكل كبير جدا جدا جدا، قصروش معانا. احتاجنا بعض الخدمات العامه من بنيه تحتيه، كهرباء وغاز وميه وحاجات كتير شبه كده، هم قدروا ان هم يساعدونا وبيساعدونا الصراحه. وعمرنا ما رحنا سواء داخليه او قوات مسلحه او سياده النائب، بنروح لاي حد فيهم على طول بيمدوا ايديهم. وفي تطوير في الصحه وفي تطوير في الطرق اللي احنا واقفين عليها حاليا، ده كان برضه من سنه 2020 حتى ايه هذه اللحظه، وده كله بفضل توصيل النواب بتوع الدايره وبالذات النائب طارق شكري مما يشكره من ثقل، وحادث السيد الرئيس الجمهوريه طبعا، ودي تعليمات السيد الرئيس اللي هي لمؤاخذه رفع والتطوير في عزبه الهجانه عن البسطاء اللي موجودين، لان ما كانش فيه بنيه اساسيه اصلا في الهجانه قبل كده. الحمد لله رب العالمين بقى في اسم ثالث هنا في المنطقه، في امن، ولادنا بيمشوا بامان. كان الاول في خطر، دلوقتي الحمد لله بقت في حاجه يعني من الارتياح النفسي، والناس شايفاها ولمساها، دي طبعا حاجه ما كانتش موجوده قبل كده. هو التطوير عامه اول ما بدا سياده النائب باشمهندس طارق شكري عمل معانا اجتماع وجمع اراء، وكان في ناس مظلومه كتير، فهو برضو وصل يعني صوتنا للناس للمسؤولين في ان الناس لازم يكون عندها عداله في التوزيع التعويضات بتاعتها، في لازم يكون الناس برضو عندها يعني الحس الوطني في التطوير نفسه. النهارده طارق شكري النائب طارق شكري بيدعمنا كل مره وبيدعم الغلابه وبيساعدهم في الظروف الصعبه دي، فاحنا بنقول له شكرا. دلوقتي حسب الامان، انا بروح الساعه 1 والساعه 2 بالليل في امان، عن الاول خالص كان رعب وخوف، دلوقتي بقى في امان. حاجة حلوة وغيروها والمائدة هنا حلوة وبيأكلوا الناس ومحترمين. والله التطوير بقى كويس غير الأول خالص، مدارس كويسة واسم تالت، وعقبال كده ما يعملوا لنا كده مستشفى ومصافي. ده ديدنه بالنسبة لأعمال الخير، هو للسنة الثالثة على التوالي في مدينة نصر بيعمل أكبر مائدة في مدينة الهجانة ومدينة الأمل. بالنسبة للتطوير اللي حاصل لمدينة الهجانة ده، النائب طارق شكري خد على عاتقه العمل على تحسين جودة الحياة والسعي لرفع مستوى الناس اللي موجودة من خلال الدعم المادي والدعم المعنوي وحملات التوعية اللي بنقوم بيها من خلال المكتب بتاع سيادة النائب طارق شكري.